يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله I love you. عشان كده صلواتنا اللهم صل على نبينا اللهم صل بياسين يا الله فاقبل لي دعوتي وحقق لي أملي تجئ على خير ويسر أموري يا لطيف بسرها ووسع لي أرزقي على ساعة العمر وأنزل لي ودي في القلوب جميعها وأيد أموري بالإجابة والنصر وأبعد لي أعدائي وكف حواسدي ورد لي وسوسي بأسراري ياسين التي قد تكملت فكمل لنفسي بالفضائل والسر ويسر لي حج كل عام وزارة لمن جاء يهدي والشفيع لنا الحشر وناور بها قلبي وروحي ومقلتي وأسعد بها نفسي سعادة ذي بر وأصلح لأحوالي وبارك جوارحي أعيش بتوفيق العبادة والذكر وأخدخ لي خيرا وبارك لصحبتي نعيش بأمني بين صيانتي وستري وصلي وسلم كل ما قال الصالح أغثنا بلطفي يا مغث من الدهر وصلي وسلم كل ما قال شيخنا أغثنا بلطفي يا مغث من الدهر على المصطفى والآل وصحبه دائما على عدد زوان اللهم صل على من أعليت له الرتب وكشفت له الحجب فرقى إلى ما يمرق إليه خليل وواصل إلى ما لم يصل إليه جبريل ونظر ما لم ينزره الكليم ووصفته بأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم وصليت عليه أنت وملائكتك تحببا وتكريما وقلت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عبدك ونبيك ورسولك البشير النذير سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله السراج المنير فصل اللهم عليه بعدد صلاتي مصلين عليه من الخلق أجمعين وعلى آله وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أمين ورضى اللهم عن أهل بيته الطاهرين وعن أصحابه الطيبين وارحم أمته وفشريعته وبارك عليه وعليهم إلى يوم الدين. اللهم اغزني بفضلك وبجاهه عندك هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافتح لنا من خير كل باب يا من قال وقاله الحق في محكم الكتاب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عواليم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد القدر العظيم وعلى نبي الله
الله العظيم بقدر عظمات ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك وجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظهرا وبطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجود في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم إنا أسألك بحق صورات وآياتها وكلماتها وبركاتها وأنوارها وأسرارها ومداد كلماته أسألك من الخير كله عاجله ما علمنا منه وما لم نعلم وأعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم أسألك اللهم أن تجعل كل قضاء إلى خيرا وأسألك اللهم قضيت لي من خير أن تجعل عاقبته رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.